انا ديالنا في هذا سوق السمك هي هاد الناس بزاف ديال الناس صابت في هذا المارشي هذا. عدد ديال الناس داروا 300 تحليله في مده يومين. ملي داروا هذيك 300 تحليله يلاه الناس دابا صابت البارح تسجلات 76 حاله واليوم 22 حاله. هادشي راه هادشي لا يعقل. وحنا انا من هذوك الناس اللي مصابين، انا من هذوك الناس اللي مصابين بغيت نعرف انا راسي واش مصاب ولا ماشي مصاب. انا اي مستشفى مشيت ليه باغي ندير التحليله ديالي حتى واحد ما استقبل لها معاد، حتى واحد ما باغي، حتى واحد ما بغى يشوف فيا. تقول لي سير العماله اللي فيها تايا. مشينا للعماله ديالي انا، مشيت للمستشفى اللي تابع الاقليم اللي فيها انا ديال مديونه. قالوا لي لا سير عند العماله، دخل لعند العماله عند العامل، سير عند العامل ولا عند الباشا. انا ما يمكنش غنمشي عند هاد الناس وانا ما عارفش راسي واش مريض ولا ماشي مريض. ما عرفش راسي انا واش مريض. المطالبات ديالنا خويا هي بغينا هاد الناس يديروا لنا تحليله باش ندخلوا حتى حنا لديورنا، ندخلوا عند ولادنا ونديروا الحجر الصحي ونعيشوا هاني. ولينا كنعيشوا في الرعب، الجيران ما بقاو باغينا. دار في البلاصه اللي وليت كندوز منها، دار اللي اي بلاصه كنمشي لها في السوق كيعرفوني انا حوات، كلشي كيهرب مني. انا باغي نعرف راسي واش مريض ولا ماشي مريض. انا باغي ندير لي زغناليز، باغي ندير ديالي التحاليل ديالي واش مريض ولا ماشي مريض. اخر حاجه باغي انا من هاد الدوله هي ندير حاجه بسيطه طلبتها منهم، ندير عاد التحليله ديالي. انا بغيت غير تحليله، ندير عاد التحليله ديالي نعرف راسي واش مريض ولا لا. هادشي اللي ما باغي منكم والو، بغيت غير تحليله عباد الله باش ندخلت انا عند ولادي وندير انا الحجر الصحي وننعس به خير. راني ما كندخلش، راه كنضل في الزنقه وكننعس في الزنقه، كلشي في الزنقه. راه مستحيل هاد الناس هادو. مشيت لسيدي عثمان ما بغونيش، مشيت للسويطر ديال مديونه ما بغونيش، وفي غادي نمشي؟ مشي نعنق عباد الله؟ راه حرام عليا، ما نقدرش انا نديرها، انا ما نقدرش ندير هاد الشيء. والله لا حول ولا قوه الا بالله. خويا تانا كنا معادين، كان فينا هاد الفيروس ما بيناش نبقاو نعاديو معنا ناس اخرين، نجروا معنا ناس اخرين للتهلوكه، لا حشومه عيب. بغينا خويا حنايا حتى حنا نديروا التحاليل ديالنا، حتى لما كانش فينا نمشيو نديروا حتى حنا الحجر الصحي ديالنا، نريحوا في الديور ديالنا. والله يرحم الوالدين وشكرا. خويا السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. خويا حنا كنطالبوا من باغي نديروا التحاليل ديالنا. خويا حنا من هاد الناس اللي مصابين دابا، كنا مخالطين هنا في سوق السمك بالجمله في الدار البيضاء، كنا من المخالطين ديال هذوك الناس اللي فيهم هذا الوباء دابا. وحنا مشينا خويا السبيطار الصباح، مشينا السبيطار بغينا نديروا التحاليل ديالنا. قبلونا شدوا معادنا، قلنا لهم راه ماشي ساكنين هنا، شدوا معادنا. وين قال لك حتى الغدا، سيروا حتى الغدا تنعيطوا لكم. هادي حتى ما خصناش نتعجلوا حنايا، ما خصناش نتعجلوا اخويا. حنا الناس ما بقاوش دايره فينا الثقه حتى في الدرب، حتى في الدرب ما بقاوش دايرين فينا الناس الثقه. ولات هكا ما بقاوش يعطونا وقت. انا دابا مشيت للبنكه ما قالوا لي السيستم خاسر، ما عرفتش واش قال لي السيستم خاسر نيت ولا ما عرفتش. غير حيت كنتعامل معاهم ديما كنمشي عندهم بالنسبه سمعوا هذا الوباء هنا في السوق. سمعوا هذا الوباء هنا في السوق، قالوا لي بحال هكاك ما عرفتش. مشيت لبنكه اخرى قال لي نفس المشكل، قال لي السيستم خاسر. ما عرفتش انا الناس ما بقاوش دايرين فينا حتى الثقه حنايا. اخويا حنا المطلبات ديالنا باغي نديروا التحاليل، باغي نتاكدوا من روسنا اخويا. كانت فينا شي حاجه نمشيو نديروا حتى حنا التحاليل ديالنا، ولا كانت فينا شي حاجه يدونا مرحبا ما عندناش مشكل. السلام عليكم. هو المعاناة اللي كنعيشو هنايا حاليا هو مشكل ديال كوفيد ديال الفيروس، يعني عدة مشاكل. حنا تجار ديال سوق السمك وكاين اللي فينا مساعدين، يعني حنا مهنيين في القطاع. حنا خويا من ناحية ديال هاد الفيروس هذا يعني ما عندناش احتياطات والو نهائيا، وحسينا براسنا كلنا مصابين، كلنا مصابين. ولو انا درت تحليل الخميس انا وليت كنحس براسي مصاب، لان انا خدمت السبت وخدمت اليوم وخدمت اليوم، حيت كانت الخدمه اليوم يعني كان الحوت باقي عندنا هنا، دخلنا عدو اليوم وخدمت اليوم. حنا ما بانش لنا شي حاجه من 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 جده ولا ما بان لنا والو، يعني حنا شي تعقيم عندنا ولا شي عنايه بينا ولا شي ولا شي ارشادات ولا والو، ما كاينش نهائيا شي حس ديال هذا الشيء. حنا خويا كنطالبوا هاد الناس كلهم كيطالبونا راه هاد التحليله، ولكن راه انا راه خدمت، قلت لكم انا خدمت السبت وخدمت الاثنين تقريبا داز واحد، يعني حنا دابا اكتشفنا 50% وصلات 50% معلوم مخلوعين. كاين اللي فينا هنا ما كيدخلش عند ولادو، بزاف الناس ديال هنا ما كيدخلش عند ولادو، وليدات ما كيدخلوش عندهم. وملي كيمشيو باش يديروا تحليله باش يتاكدوا من
باش يتاكدوا من روسهم، ما كيلقاوش عمالات. كاين اللي عنده عنوان كيقولوا لي سير العماله ديالك، وكاين اللي ما عندوش عنوان، يعني عنده عنوان في اسفي في وعجز. وكاين الناس اللي خرجوا للعروبيه، كاين الناس اللي سافروا. حنا كنناضلوا على هذا المرض، راه سافروا بين الناس، راه تنزل العروبيه تا هما تصابوا، راه نزل العروبيه، راه خيام خوات، راه كاين هذا الشيء راه واقعي. وانا كنتحمل المسؤوليه ديال هذه الهضره، لان الناس خرجات دارهم في العواشر، وكاين الناس اللي جابوها دارت تحاليل وجابوها من ديوره ديال العروبيه سافرت بها. وشوف هذا الحجر الصحي اللي كاين، كيفاش وصلوا هاد الناس؟ راه مشاكل كاينه في البلاد، راه سميت الحجر الصحي، راه بنادم خارج داخل، يعني راه هنا راه ولات بؤره. هنا هاد السوق هذا راه ولا بؤره ديال الوباء. حنا كنتمناو من الدوله دخل عاجلا تحدد الفساد، تحدد لنا الفساد. وشكرا خويا.